في الحلقه الجديده من مسلسل زهور الدم اخذت ديلا ميرا حسابا جيدا على حزنها واعلنت ديلا انها ستنظم حفل عيد ميلاد كبير واوضحت انها لا يستطيع ان يثني احدا عن هذا القرار ادى هذا الوضع الى حشد افراد الاسره الاخرين وتدخلت عروسنا على الفور وحاولت منع تصاعد الحادث ومع ذلك فضلت جيدا التزام الصمت ضد ديلا حظي موقف ديلان القوي بدعم كثير من الناس تسبب ذلك اليوم المؤسف الذي تم فيه إطلاق النار على بران في حدوث اختلاف كبير في الرأي بين طارق ونهد من ناحية أخرى تعقدت الأمور عندما علم بران أن العدو الموجود في الظل هو في الواقع من أذى حسن وعائلته كل هذه الأحداث عززت الرغبة في حياة سلمية لكل من باران وديلا ان مرونه ديلا ذات اهميه بالغه ليس فقط بالنسبه له ولكن ايضا لتعافي الاسره باكملها بينما يحاول طارق ايجاد سلامه الداخلي من خلال سعاده ديلا يحلم ميرا بصوره عائليه حيث يكون الجميع معا ومع ذلك فمن الواضح ان جيدا سوف ترغب في القاء بظلالها على هذه الصوره ومن الواضح انها ستحاول التورط في الاحداث واحداث المشاكل من ناحية اخرى ورغم ان عاكف يبدو هادئا الا انه يعمل بشكل محموم وراء الكواليس عاكف يخبر باران ان نهاد يستخدم هاتفا سريا وانه حصل على سجلات هذا الهاتف وفي الوقت نفسه تظهر ايضا معلومات تفيد بان طارق يتعاون مع نهاد لكن باران لا يريد اتهام طارق دون ادله واضحه لانه مصمم على ان تصبح عائله مع طارق من اجل سعاده ميرا في الختام امنيتنا الكبرى هي ان يصل الجميع الى نهايه سعيده وان ننسى استياء الماضي وان تكون العائله معا